طلعوا الآن معي مظبوط، ركزوا مظبوط بهاي النقطة، وين الانرجي اللي أنا بدي أستفيد منها، وين موجودة الآن؟ هون، مش هيك؟ قديش الباور اللي موجودة هون حسب القانون اللي هناك؟ بي شو بتساوي؟ هاف رو في A في V اللي هون، مش هيك؟ مش هاي أعلى طاقة؟ قديش رح يضل فيها طاقة هون لما توصل هون الرياح؟ شو رح يكون صار بسرعتها؟ قلت سرعتها، مش هيك؟ السرعة اللي قلت هون نفس الاشي رح تكون هاف بس V داون ويند، مش هيك؟ فهون في عندي باور إن كأنها، وهون باور أوت. الباور إن شو رح تساوي؟ رح تساوي هاي الأريا، طبعا هاي الأريا أصغر من هون، مضروبة في رو دنسيتي للهواء، ورح نفترض إنه الدنسيتي للهواء ما اختلفت بين هون وهون وهون. إذا أنا شو شطارتي، شو بتمنى إنه يصير؟ إنه كل الطاقة اللي موجودة هون أخذها، مش هيك؟ وما ضلش منها أي إشي هون. بس إذا هاي صارت صفر ما ضلش طاقة، قديش سرعة الرياح هون رح تكون؟ صفر. مستحيل إنه سرعة الرياح تكون صفر هون لأنه بوقف السيستم كله. واضح فاهمين؟ إذا أنا في عندي طاقة، طاقة كينيتيك إنرجي، بدي أحاول أستخلص منها كمية معينة، اللي راح يروح علي وما أقدر أستخلصه وين ضل؟ ضل في الرياح اللي راحت مني هون، زي المي اللي حطيناها بالستيم تيرباين، متذكرين؟ راح منها جزء ما قدرناش نستفيد منه. إذا الطاقة اللي موجودة عند عند المدخل هون راح تكون عندي هاف رو في أبستريم كيوبد في A اللي هون، والطاقة اللي موجودة هون راح تضل راح تكون هاف رو، طبعا A هون مختلفة عن A هون، A V downstream cubed. إذا طرحت هاي ناقص هاي الفرق بينهم وين هذا الطاقة راحت؟ تحولت بالبليتس وتحولت لطاقة. وهاي هلأ هون راح نبدأ نفهم الإفشنسي، كيف الإفشنسي، كيف ممكن أستخرج أكبر قدر ممكن من الطاقة، من الطاقة الكينيتيك إنرجي اللي إجتني هون، لما نزلت السرعة هون في طاقة خسرتها، هذه راحت خلص، هاي راحت علي. الفرق بين هاي وهاي هي الطاقة اللي راح أحاول أستخرجها.